أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بالتحرك لمنع هجمات ميليشيات الحوثي ضد المدنيين. ناشطة حقوقية إفريقية تكشف عن تجنيد ميليشيات الحوثي لطالبات إفريقيات في صفوف الزينبيات. والهيئة التنفيذية لانتقال حضرموت تقرر إقامة مليونية في سيئون وإجراءات تصعيدية في ساحل حضرموت. قال التحالف العربي أنه نفذ عمليات استهداف ضد ميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب وحجة. وأوضح التحالف أن عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 9 آليات عسكرية وتسجيل خسائر بشرية في صفوف ميليشيات الحوثي. ندد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران حسن أمير، ندد بهجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على الإمارات. كما شدد وزير الخارجية الإماراتي على ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة والالتزام بالحل السياسي في اليمن، والذي يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن الدولي. تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بمنع هجمات الميليشيات الحوثية ضد المدنيين ودول الجوار. يأتي ذلك فيما تتعرض سياسات إدارة بايدن تجاه إيران ووكلائها في المنطقة إلى انتقادات شديدة. تزداد حدة وتيرة التصريحات الأمريكية تجاه الميليشيات الحوثية بالتوازي مع تزايد انتهاكات تلك الميليشيات وهجماتها الإرهابية. وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن عدم إدراج ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في قائمة المنظمات الإرهابية لن يمنع واشنطن من التحرك لمنع هجماتها ضد المدنيين، مجددة التزامها بالقيام بما يجب لمعالجة التبعات الإنسانية للأزمة اليمنية. تصريحات تأتي بعد تهديدات أطلقتها واشنطن في وقت سابق بالنظر في فرض عقوبات على قادة في الميليشيات الحوثية، حيث أكدت واشنطن أنها لن تتردد في معاقبة قادة الانقلابيين وكيانات متورطة في هجمات عسكرية تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي. من جانبه قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي إن بلاده لا تزال في وضعية ردع متنازع عليه مع إيران في المنطقة، مؤكدا أن طهران تعول على مجموعاتها لتنفيذ الأعمال العدوانية. الجنرال ماكنزي وصف الصواريخ البالستية والمسيرات الإيرانية بالخطر الأكبر، مؤكدا التنسيق مع الحلفاء في الإمارات والسعودية لصد أي هجمات على البلدين. ورغم ذلك تتعرض سياسة بايدن تجاه الأزمة اليمنية والتعامل مع إيران ووكلائها لانتقادات شديدة في الأوساط السياسية الأمريكية. فكبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل قال إن عدم الرد بقوة على الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية في المنطقة أدى إلى تآكل ردع واشنطن وزيادة المخاطر التي يتعرض لها الأفراد الأمريكيون بشكل كبير. السيناتور قال إن رفع ميليشيات الحوثي من قوائم الإرهاب أدى إلى زيادة هجماتها بدعم من الأموال والتكنولوجيا الإيرانية. حول هذا الموضوع ينضم لنا محمود الطاهر المحلل السياسي من القاهرة. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمود. إذن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن عدم إدراج ميليشيات الحوثي في قوائم الإرهاب لن يمنعها من التصدي لهجماتها ضد المدنيين. هذه السياسة التي يراها الكثيرون، سياسة بايدن المتراخية مع ميليشيات الحوثي، والذي كذلك انتقدها ساسة أمريكيون كثر، أنت كقراءتك للوضع الأمريكي تجاه اليمن وتجاه الحوثي بالتحديد، تفضل. نعم، أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين مشاهدي قناة الغد المشرق. هو واضح أن هناك ستكون عقوبات منتظرة من قبل إدارة بايدن على قيادات حوثية، وليس إدراج الكيان كله ككيان إرهابي،
وهو المطلب الدولي والمطلب حتى الأمريكيين. وأعتقد هي محاولة أمريكية فاشلة، أو محاولة إدارة بايدن فاشلة للضغط على الحوثيين وإجبارهم على المشاركة في محادثات سلام وإنهاء الحرب. لكنها العقوبات أنا أعتقد بأنها جرعات مهدئة لشعوب اليمن والخليج ومحيطهم العربي. ما لم يتم تصنيف الحوثي جماعة إرهابية ككيان فلا فائدة من أي عقوبات، لأن الحوثيين تعرف يعني لا ليس لديهم مصالح مع أمريكا ولا مصالح دولية، هم فقط يتحركون وفق أجندة إيرانية. المؤشرات الأمريكية تقول إن إدارة بايدن قد تفرض عقوبات يجيز لنا وصفها بأنها طمأنة الحلفاء لا أكثر من ذلك، بينما ويثبت بايدن في هذه الأمور أو هذه التحركات البطيئة أو المتماهية مع الميليشيات الحوثية بأنه يتاجر بهم أصلا في الملف النووي، وكذلك إيران تستخدمهم أيضا في ذات الملف. ويظن بايدن بأنه ممكن أن يقدم صفقة لإيران من أجل الموافقة على يعني أن توقع على الموافقة أو الملف النووي، لكن لا أعتقد. إيران لديها خطة واضحة وهو السيطرة على المنطقة. الحوثيين لديهم أيضا خطة واضحة أنشئ وفقا لإنشائهم بأنهم سيعملون على تشييع المنطقة، السيطرة على المنطقة، وهذا خطهم. الإيرانيين لديهم نفس طويل، بينما الأمريكيين يأملون بأنهم قد ينجحوا في هذا، وبايدن يريد أن ينجح في هذا ويستخدمها لسياسته الداخلية أو يوصل رسائل لشعبيته التي تناقصت بأنه بدأ يحقق آمال كثيرة. لكن لا أعتقده بأنه سينجح، حتى أنه لجا إلى الحديث بأنه استطاع قتل زعيم تنظيم داعش لإعادة الشعبية، مع أننا رأينا هناك هجوم. حتى وزير السفير الأمريكي السابق في إدارة بايدن قال للوكالة الأمريكية جودث بيرس بأن الإدارة الأمريكية فشلت بطريقة خاطئة في التعامل مع الميليشيات الحوثية. طيب أستاذ محمود، هذا الملف قدم للشرعية على طبق من ذهب، برأيك لماذا لم تقم الحكومة اليمنية يعني في أروقة الأمم المتحدة مثلا للساسة الأمريكيين، لماذا لم تقم باستغلال هذا الملف لتصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية؟ هناك كذلك بعض في الحكومة، لن نقول وزراء ولكن مسؤولين في الحكومة الشرعية، كانوا ضد تصنيف ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية. نعم، صدقني جاء الكثير من الفرص للحكومة الشرعية بأن تصنف الجماعة كجماعة إرهابية، وبناء على ذلك تتحرك دوليا. أولا أنا أعتقد بأن هناك مصالح كبيرة بين قيادات في الحكومة الشرعية، سواء نائب رئيس مجلس النواب أو نائب الرئيس، أنا أقولها صراحة يعني، أو مجموعة من الشخصيات التي تعتبر نفسها بأنها مؤتمرية وهي للأسف موالية للإخوان المسلمين. هناك تخاذل كبير بين الإخوان المسلمين المسيطرين على القرار السياسي والعسكري للحكومة اليمنية، للأسف ما زالت تسيطر عليها رغم أن هناك نقول حكومة مناصفة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية، لكن للأسف الشديد ما زال الإخوان المسلمون هم ما يتسببون في عرقلة كل هذه، سواء من حسم المعركة أو التوافق السياسي بين المجلس الانتقالي الجنوبي. جاء للحكومة اليمنية فرصة كبيرة عندما بدأ الحوثيين يهددون استقرار الملاحة الدولية، عندما بدأوا يقرصنون السفن، عندما بدأوا يصدرون إرهابهم إلى الخارج، عندما أدان بيان الأمم المتحدة بشكل كامل ووصف بأن هذه جماعة إرهابية، البيان الأخير أو التقرير الأخير لفريق الخبراء الأمميين المعني بشأن اليمن
أكد بشكل واضح بأن الحوثي جماعة إرهابية. إذا لم نلاقي أي مؤتمر صحفي للحكومة اليمنية، لم نلاقي أي دعوة للحكومة اليمنية تدعو اجتماع مجلس الجامعة العربية لمناقشة هذا والاستغلال ذلك لاستغلال ذلك وتصنيف الحوثي جماعة إرهابية. أنا أشكرك أستاذ محمود الطاهر المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. اتهمت ناشطة حقوقية إفريقية ميليشيات الحوثي بتجنيد طالبات إفريقيات متواجدات في اليمن ضمن التشكيلات الأمنية النسوية التابعة للميليشيات والمعروفة بالزينبيات. تتخذ موجة التجنيد التي تقوم بها الميليشيات الحوثية في اليمن شكلا جديدا، حيث اتجهت الميليشيات الحوثية إلى تجنيد النساء المغتربات من الجنسية الإثيوبية وبالإكراه. فقد اتهمت ناشطة حقوقية أفريقية الإنقلابيين بتجنيد طالبات أفريقيات متواجدات في البلاد ضمن التشكيلات الأمنية النسوية التابعة للميليشيات الحوثية والمعروفة بالزينبيات. وأكدت عرفات جبريل، وهي محامية وناشطة حقوقية ورئيس منظمة الأورومو لحقوق الإنسان في تغريدات عبر تويتر، أن الميليشيات الحوثية تقوم بتهديد الطالبات الإثيوبيات اللاتي يتلقين تعليمهن في مدارس العاصمة صنعاء، ووصلت أفعالهم حد منعهن من الدخول لأداء الاختبارات الوزارية إلا بعد التحاقهن بالزينبيات وهي ذراع الميليشيات النسائية. ووفق المعلومات، فقد ازدادت وتيرة التهديدات الحوثية للطالبات خلال الآونة الأخيرة، خصوصا بسبب الخسائر التي منيت بها الميليشيات في مختلف الجبهات بالبلاد وما نتج عنها من نقص في عناصرها. وهذه أول مرة تكشف فيها مساعي الإنقلابيين لتجنيد طالبات من القارة الأفريقية على غرار تجنيدها المهاجرين الأفارقة والدفع بهم للقتال إلى جانبها في مختلف جبهات القتال. وتمثل المرأة اليمنية الهدف الأكبر بالنسبة للجماعة الإنقلابية، خصوصا مع سلسلة الممارسات والجرائم التي قامت بها بحق التجمعات والأنشطة النسائية في صنعاء ومدن يمنية عدة خلال الفترة الماضية. وعلى مدى الأعوام الماضية كانت الميليشيات الحوثية شكلت فصيل الزينبيات وقامت بتسليحه وتدريبه قتاليا واستخباراتيا، ومن ثم أوكلت إليه واجبات ومهام عدة، منها مداهمة المنازل واعتقال واختطاف النساء والفتيات وتنفيذ عمليات تجسس وقمع للناشطات. لمناقشة هذا الموضوع أكثر تنضم إلينا من القاهرة عرفات جبريل، رئيس منظمة الأورومو لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة عرفات. إذن هذا الموضوع ليس بجديد، وهو تجنيد ميليشيات الحوثي للنساء ووصفهن بالزينبيات، ولكن الكارثة هو تجنيد ميليشيات الحوثي لطالبات إفريقيات متواجدات في صنعاء ومنعهن من الدخول للامتحانات حتى يتم تجنيدهن. نريد أن نفهم منك أكثر تفاصيل ما كشفت عنه بشأن هذا التجنيد الإجباري الذي تمارسه الميليشيات الحوثية بحق هؤلاء الطالبات. طبعا مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يا أستاذ العزيز، إنه هذا الشيء مش غريب لدى الحوثيين، كما يتم تجنيد إجباري للرجال المهاجرين واللاجئين، يتم يعني بدأوا يجندوا النساء الطالبات والنساء إجباريا. وإحنا بلغوا طبعا كمنظمتنا كمنظمة الأورومية لحقوق الإنسان، تم إبلاغنا من بعض الطالبات هذا الشيء بنفسهم، على أساس إنهم خائفات لعدم دخولهم للاختبارات الوزارية، لأن أغلبهم يعني في الصف التاسع والبعض في الثالث ثانوي في المرحلة الثانوية. وإحنا كمنظمة الأورومية لحقوق الإنسان تواصلنا مع الطالبات أخريات على أساس إن إحنا نأكد هذا الموضوع طبعا، وحتى إن إحنا تواصلنا مع أولياء الأمور لبعض الطالبات وأكدوا لنا هذا الشيء، وأن بعض أولياء الأمور للطالبات
حتى بدأوا يوقفوا بناتهم من المدارس على أساس إنهم ما ينخرطوش وراء الحركة هذه. طيب أستاذة عرفات، هل لديكم أي شهادات من فتيات بالتفصيل تحديدا، وهل يتوفر لديكم أيضا أعداد عن من أجبرتهم الميليشيات على التجنيد، وكذلك ما هي المهام التي توكل إليهن؟ طبعا تتوفر لدينا شهادات عدة، بس إن هذه الشهادات طلبوا مننا احنا ان ما نظهرهاش للوسائل الاعلاميه بسبب تواجدهم في مكان الحدث، وانهم خايفات من الحوثيين. على هذا الاساس احنا احتفظنا بهذه الشهاده. واما من الناحيه الثانيه اللي يعني العدد اللي ينخرطوا ويقاتلوا وراء مع الجبهات الحوثية عدد كبير جدا، سواء كانوا رجال أو طلاب. حتى إن بعض الطلاب يتم اختطافه من الحارة نفسها أو من البيت ويأخذوهم إلى مركز التدريب على أساس إنهم يدربوا. والأمهات، هؤلاء الأمهات قدموا عدة شكوات للمكتب المفوضية اللاجئين الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بس المفوضية ما تقدم لهم ولا شيء، يعني تسمع منهم الكلام وخلاص. أما من الشق الثاني اللي سؤالك اللي هو إيش المهام اللي هم يتوكلوا، المهام طبعا إنهم يكونوا يترجموا يقوموا بترجمة بعض كلام، لأن أغلبية يعني الأغلبية اللي يقاتلوا في الجبهات مع المهاجرين هو هذا الشيء، الشخص المهاجر ما بيفهمش اللغة العربية، ما بيعرفش اللغة العربية، على هذا الأساس إنه يكونوا يعني يترجموا بهذه الأشياء. وفي كمان بعض المكالمات في الجوال تكون مسجلة، يعني طيب يتم هذه ترجمة المكالمات هذه، بما ان هذه الطالبات يدرسوا في المدارس اليمنية وولدوا اغلبهم ولدوا في اليمن، لانهم يجيدوا اللغة العربية واللغة الأورومية. أنا أشكرك أستاذة عرفات جبريل، رئيس منظمة الأورومو لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. حذرت منظمة غرينبيس من أن ناقلة النفط صافر التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية قبالة سواحل اليمن تشكل تهديدا خطيرا على حياة ملايين اليمنيين الذين قد يجدون أنفسهم من دون مياه للشرب ومساعدات غذائية في حال عدم منع تسرب النفط. سفينة صافر والتي تحمل على متنها أكثر من 1,000,000 برميل من النفط الخام ما زالت تقبع في مكانها على سواحل البحر الأحمر بسكون خطير بسبب منع صيانتها من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ عام 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها. الوضع المتهالك للسفينة وتطوره بشكل متسارع دعا منظمة السلام الأخضر والمتخصصة بحماية البيئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دعاها إلى إطلاق تحذيرات شديدة من تشكيل السفينة تهديدا خطيرا لحياة ملايين اليمنيين في حال تسرب النفط. وقال رئيس العمليات في منظمة غرينبيس البيئية إن الناقلة وحمولتها السامة تمثل تهديدا خطيرا على المجتمعات الساكنة على ضفاف البحر الأحمر وبيئته، مشددا على وجوب اتخاذ الخطوات اللازمة بأسرع وقت. المنظمة حذرت أيضا من أن حدوث أي تسرب نفطي سيفاقم الأزمة في اليمن، وقد يؤثر على مصانع تحلية مياه البحر في الحديدة والصليف وعدن، ما يهدد بقطع مياه الشرب عن قرابة 10 ملايين شخص. وقد يمتد النفط على طول سواحل بلدان مجاورة لليمن كجيبوتي وأريتريا والسعودية، ما قد يؤثر على مسارات الشحن في البحر الأحمر. ونقل بيان عن بول هورسمان مدير المشروع في فريق الاستجابة السريعة لأزمة صافر في منظمة غرينبيس قوله إن التقنيات والخبرات اللازمة لنقل النفط إلى حاملات أخرى متوفرة، لكن المفاوضات مع ميليشيا الحوثي لم تحرز أي تقدم إلى الآن.
هذا وكانت الحكومة اليمنية قد قالت في وقت سابق أن رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن السماح للصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها يؤكد استمرارها في المراوغة واختلاق الأكاذيب. وأوضحت الحكومة اليمنية أن رفض الميليشيات تنفيذ الاتفاق يؤكد مساعيها إفشال الجهود الدولية لاحتواء كارثة الخزان واستمرارها في اتخاذ الملف مادة للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي. أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك دعم الحكومة لجهود البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في نزع وتطهير اليمن من الألغام التي تزرعها ميليشيات الحوثي. وخلال لقائه في عدن المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لنزع الألغام عرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى تعاون دولي وإقليمي لتعزيز ودعم الأنشطة القائمة في مجال مكافحة الألغام والضغط على الميليشيات الحوثية لوقف زراعة الألغام. عقدت الهيئة التنفيذية لانتقال حضرموت اللقاء الموسع مع هيئات المجلس الانتقالي في المحافظة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة مختلف الأوضاع في حضرموت. وأقر الاجتماع إقامة مليونية في سيئون وإجراءات تصعيدية في ساحل حضرموت. إقرار مليونية جماهيرية في قلب سيئون للمطالبة برحيل المنطقة العسكرية الأولى. إجراءات تصعيدية في ساحل حضرموت لاجتثاث الفساد. أبرز مخرجات هذا اللقاء الموسع الذي عقدته الهيئة التنفيذية الانتقالية حضرموت ومنظمات المجتمع المدني. ندعو جماهير حضرموت أن تصطف جميعا وتوجه الجهود والطاقات إلى الوادي وأن نعمل سويا لإخراج قوات الاحتلال للمنطقة العسكرية الأولى سلما أو الطريقة التي يريدونها والتي يفهمونها. نحن ممثلين من الشعب نقول للأخ المحافظ عليك أن تحترم من يمثل الشعب. وخلال أسبوع بعد المليونية سيكون هناك إجراءات في الساحل. أيضا نقول كفاية فساد. وأننا في كتلة حلف جامع حضرموت سنكون عونا وسنكون جنبا إلى جنب مع القيادة المحلية لمجلس الانتقال الجنوبي، وسنقوم بتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا ككتلة حلف جامع حضرموت من أجل حضرموت الجنوب. المجتمعون دعوا إلى توحيد الجهود ورص الصفوف لإنجاح مليونية سيئون والتي سيعلن عن موعدها في وقت لاحق. المظالم التي تعرض لها أبناء حضرموت كانت على طاولة هذا اللقاء. بطبيعة الحال أن مشاركة الاتحاد التي تأتي في الطليعة هي تأتي لدعم الهبة ودعم حقوق المحافظة وانتزاعها وانتزاع حقوق عمالنا في كافة المؤسسات، وخصوصا أقول لكم وخصوصا في شركات البترول، لأن هذه الفئة من الناس هي من تعاني أكثر، هي من تعاني مظلومية منذ اكتشاف البترول، لأن اكتشاف البترول كان ترافق ما بعده مباشرة مع الوحدة، وسيطرت الشركات الشمالية على المواقع هذه كلها وظلمت عمالنا ظلما كبيرا. هذا الاجتماع جدد تأكيده على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الجهود لمجابهة الميليشيات الحوثية، كما أكد دعمه الكامل للتحالف العربي. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من المكلا محمد بامزعب المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ بامزعب. في البداية، كيف ترى في هذا الوقت بالتحديد دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي لإقامة مليونية في سيئون، وكذلك كيف ستخدم هذه المليونية الهبة الحضرمية؟ هناك مخاوف من أن هذه أو الإجراءات التصعيدية أو المليونية ستقابل بقمع من قبل المنطقة العسكرية الأولى. تفضل. تحية لك أستاذ بسام وللسادة المشاهدين أينما كانوا. طبعا
الدعوة هذه هي راح تكون إن شاء الله في سيوون في 12 من فبراير، و 12 من فبراير هذا تاريخ مميز لدى الجنوبيين، وهو يوم الشهيد الجنوبي رحمة الله على شهداء الجنوب جميعا. الرسالة راح تكون من أبناء حضرموت جميعا، وطبعا النداء والدعوة لجميع أبناء حضرموت المطالبين بالحرية والاستقلال عليهم التوافد إلى مدينة سيوون يوم السبت 12 من فبراير. وأبناء حضرموت لا يحتاجون إلى دعوة مثل هذه، فهم دائما تواقون للحرية ودائما يكونون في 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 المقدمة في كل ما يخدم قضية الجنوب عامة وحضرموت خاصة. سوف يوجه أبناء حضرموت رسالة إلى التحالف العربي، ورسالة أيضا إلى ما تسمى بالشرعية، ورسالة إلى المجتمع الدولي أن جميع أبناء حضرموت يرفضون استمرار تواجد هذه الميليشيات الإرهابية في وادي حضرموت المسمى بالمنطقة العسكرية الأولى، ويجب عليها الرحيل من حضرموت بعد هذا التاريخ فورا. طبعا الشعب داعم للهبة الحضرمية، والهبة الحضرمية مستمرة أيضا، وهم هؤلاء الشعب هم من قاموا بالهبة، وهم من بدأوا بالنضال منذ سنوات، وسيستمرون حتى تحرير كامل أرض الجنوب. ولكن المنطقة العسكرية الأولى بموجب اتفاق الرياض عليها الرحيل والذهاب إلى الجمهورية العربية اليمنية للدفاع عن أراضيهم ودحر ميليشيات الحوثي إن كانوا يريدون دحرها أو الانضمام إليها، هذا لا يهمنا. ولكن اللي يهمنا هو رحيلهم من وادي حضرموت وتسليم وادي حضرموت للنخبة الحضرمية، ومن ثم إلى قوة دفاع حضرموت الذي بدأ التسجيل فيها وسوف تتشكل في القريب العاجل بإذن الله. طيب أستاذ بامزأب، كذلك الدعوة وجهت للتصعيد في ساحل حضرموت لمكافحة الفساد. نحن نعلم أن المواطن في حضرموت قد لا يجد قوت يومه رغم ما تتمتع بهذه المحافظة من موارد نفطية وغيرها. طبعا لا يخفى على أحد أن هناك فساد مستشري في ساحل حضرموت وفي حضرموت بشكل عام، ولكن ما دام الكلام عن ساحل حضرموت، نعم هناك فساد، وهناك اعترافات من جهات كثيرة أن يوجد فساد، وما دل عن ذلك أنه يتواجد فساد هو ما أعلن من قبل الحكومة بأن هناك 600 و460 مليون دولار سلمت لمحافظ حضرموت ولم يحقق بها أي إنجازات. لم نرى ردود فعل واضحة من السلطة المحلية في محافظة حضرموت لدحر هذه الاتهامات من هذه الحكومة، الذي نحن نعرف أنها أيضا حكومة فاسدة وفاشلة. ولكن بعد رسو الباخرة اليوم في ميناء الضبة، وعلى ما يبدو أنها سوف تقوم بتحميل النفط الذي اتفق مع محافظ حضرموت من قبل الهبة الحضرمية أنه لا يحمل حتى تتم تنفيذ جميع متطلبات الهبة الحضرمية، هذا اتفاق رسمي بين محافظ حضرموت وبين قيادة الهبة. ولكن رسو الباخرة اليوم يدل أنه هناك شيئا ما، بعد ما طالبت الحكومة بإيضاحات بهذه المبالغ تم السماح للباخرة بالدخول، فإن تأكد ذلك فيبدو أن الفساد كبير. طيب برأيك، هل تتوقع أن يكون المشهد القادم في حضرموت ما بعد 12 من فبراير، يعني أن يكون هناك رضوخ للمطالب الهبة الحضرمية وكذلك المليونية التي ستقام في هذا الوقت؟ الهبة الحضرمية مستمرة وطلباتها سوف تنفذ اليوم أو غدا، أو تنفذ قبل 12 من فبراير أو بعد 12 من فبراير. نحن نعي جيدا أن هذه الحكومة الفاسدة حكومة مراوغة، وحكومة تعتمد دائما على عامل الوقت، وقد شاهدناهم في اتفاق الرياض كم مماطلة ماطلوا بها المجلس الانتقالي، وكم حاولوا التنصل من هذه الاتفاقية أو تأخيرها، وطبعا سيتنصلون من ما يتفقون عليه. ولكن أبناء حضرموت صامدون وسيستمرون في دائما من أجل تحقيق جميع متطلباتهم وكل ما وأنا دائما متفائل بأن أبناء حضرموت سينتصرون اليوم أو غدا، والمنطقة العسكرية الأولى سوف ترحل من حضرموت عاجلا أو آجلا. وأتمنى كل ما أتمناه من الأشقاء الذين لا زالوا يدعمون بقاء هذه الميليشيات في وادي حضرموت أن يضغطوا عليها بالرحيل حتى ترحل سلميا. فأبناء الجنوب عامة وأبناء حضرموت قد قالوها منذ زمن طويل، أما ترحلوا سلميا ولا من سلاح الثوار، وسلاح الثوار الآن
بات مؤكدا وليتأكد الجميع القوات الجنوبية لا تبعد كثيرا عن حضرموت وهي في أهبة الاستعداد إذا ما طلب من أبناء إذا ما طلبوا منها أبناء حضرموت التدخل سوف يتدخلون في الوقت المناسب، فعليهم الرحيل قبل أن يرحلوا من فوهات المدافع. أنا أشكرك الأستاذ محمد بامزعب المحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من المكلا. إذن مشاهدينا النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. عدن تستقبل الدفعة السابعة من المنحة النفطية السعودية. أهلا بكم من جديد. طلع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري على تفاصيل خطة حماية الأطفال، وذلك خلال لقائه مسؤولين من منظمة يونيسف. وتشمل خطة يونيسف محاور وأنشطة متعددة في مجالات التدريب والتأهيل والرعاية والتمكين وغيرها. وجدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات للمنظمات والصناديق لتنفيذ أنشطتها في مختلف المجالات الإنسانية. وصلت إلى عدن الدفعة السابعة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية، وذلك لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة. ومن المقرر أن تبدأ عملية ضخ الوقود للخزانات في شركة مصافي عدن، وتليها عملية توزيع الوقود وفقا للإجراءات المعتمدة لمحطات الكهرباء في محافظة عدن وبقية المحافظات المستفيدة بحسب الكميات المعتمدة لها، وذلك بإشراف اللجان الرقابية والجهات الأخرى ذات العلاقة. ناقش محافظ البنك المركزي أحمد غالب مع عدد من رجال الأعمال الأوضاع المالية والاقتصادية بمختلف جوانبها والعلاقة التكاملية بين قطاعات الدولة وقطاع المال والأعمال لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتطرق اللقاء إلى مناقشة جهود توفير السلع الاستهلاكية ودعم القطاع الخاص لجهود الحكومة ومختلف أجهزة الدولة في معالجة الاختلالات وتصحيح السياسات بما يحقق الاستقرار ويقضي على التشوهات ويساعد على تجاوز مجمل التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني. نهاية النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بالتحرك لمنع هجمات ميليشيات الحوثي ضد المدنيين. ناشطة حقوقية إفريقية تكشف عن تجنيد ميليشيات الحوثي لطالبات إفريقيات في صفوف الزينبيات. والهيئة التنفيذية لانتقال حضرموت تقرر إقامة مليونية في سيئون وإجراءات تصعيدية في ساحل حضرموت. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوائي، والمزيد من الأخبار تابعوا منصاتنا الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.